هي اللعبة المفضلة التي يمارسها بعض طلاب مدرسة الخان الأحمر والمقدر عددهم 180 قبيل بدء الحصص المدرسية. لعبة الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين ربما هي انعكاس الواقع الذي يعيشونه منذ عدة أعوام بانتظار يوم ترحيلهم قسرا وهدم مدرستهم وبيوتهم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. يضع بعض الذكور الإطارات لإغلاق الطريق ويمثلون ما سيحل بهم، أما الفتيات يراقبن بعين لعبة الأولاد وعين أخرى ترقب الشارع الرئيسي أي إلى المكان الذي تأتي منه قوات الجيش الإسرائيلي. طبعا سلوك الطلاب اختلف، بدي احكي لك يعني 180 درجة عن السنة الماضية. خلينا نحكي مع انه يعني احنا إلنا سنين تقريبا انه بيجي اختارات وبيجي اشياء وانه المدرسة مهددة من سنين تقريبا، عندنا يعني حالة من الارتباك الشديد والقلق، في عنف نوعا ما في لعبهم مع بعض. يعني مثلا بتشوف ولد بضرب فيه بتحكي مس انا بلعب معاه، بحكي له شيك انا بلعب، يعني إذا ضربوا أو إشي عادي بالنسبة لهم، اللعب صار هيك. ما يزيد عن 3 أشهر ونصف الشهر وحالة الرباط والتضامن تعكس إصرار الفلسطينيين على عدم الاستسلام. مرت أيام على قرار المحكمة الإسرائيلية والجميع يرقب المصير المجهول، ما أن يحل الظلام حتى تزداد أعداد الفلسطينيين، ومع بزوغ يوم جديد يكسب الفلسطينيون الوقت ولو بشكل بسيط للوقوف أمام المخططات الإسرائيلية التي ستقيمها في منطقة ما بات يعرف بإيوان. نحن نكثف بالمشاركة ضمن برنامجنا الوطني للمشاركة اليومية على صعيد الليل والنهار، أن تكون الوفود كبيرة في الأيام القادمة. كلما ازداد عدد المشاركين والمعتصمين والمتواجدين كلما صعبنا المهمة، أكاد أقول أنه يمكن لنا أن نفشلها، مهمة الهدم من قبل قوات الاحتلال. ويعيش ما يقارب 250 ألف بدوي في نحو 60 تجمعا بالضفة الغربية وشرقي القدس و45 قرية عربية غير معترف بها في صحراء النقب والخط الأخضر، ظروفا فرضتها طبيعة عيشهم في الصحراء. لم يكترث السكان البدو لصعوبة العيش، بل زادت عليهم إسرائيل نكدها بتهجيرهم مرات ومرات ضمن مسلسل لا تنتهي فصول النكبة والتهجير فيه. يقدر عدد البدو شرقي القدس المحتلة 7000 نسمة، تسعى إسرائيل لطردهم وعدم الاعتراف بهم. إذا ما هدم هذا التجمع فإن جملة الأهداف الإسرائيلية ستتحقق كعزل القدس وحصر التمدد العمراني الفلسطيني وتشكيل حلقة وصل ما بين الساحل الفلسطيني والأغوار ثم الأردن. عندها تصبح القدس معزولة نهائيا وكذلك المحيط الفلسطيني. ضياح شيا الغد من تجمع الخان الأحمر، القدس المحتلة.